واحد هاجمها من ورا وضربها على راسها بجسم تقيل، واضح كمان انها قومي. جالي تعيين في مصلحة الطب الشرعي، يعني هتعامل مع امواج. واحنا في انتظار تأخير الطبيب الشرعي. جيمي كمال سليمان. انا زينهم زكريا. نورت المشرح. عملت ايه مع الجثث يا ولد؟ جثث؟ في جثث بتتحرك؟ هو حضرتك كنت بتكلم حد؟ شايف ان في حد معايا عشان اكلمه؟ ما بتتبلش في بقك فوله. يا دكتور انا جميل بشتغل مع حضرتك في الصيدليه. اوعى تقول لي طب شرعي. على الاقل انا بقول انا عايزه ايه من القصه دي. وانا مش نايم من امبارح، مش شايف قدامي، ولسه عندي شغل بكره على جثه متسممه. احنا هنا بنتعامل مع سر مقدس اسمه الموت. اصل في حاجات غريبه بتحصل هنا. حاجات غريبه زي ايه؟ وبالنسبه للجثه اللي اختفت من المشرحه، هو اللي غلطان صراحه. اقسم بالله احنا بنطرد. هتحاسب على اوبر بكريدت ولا كاش؟ لا انا هعزمك. هم ماسيين حياتهم كلها في النص، وانا بقى ملطوط في النص ده. يعني ايه كورك؟ جثث جننتهم. اما لو كنت دكتور شرعي مثلا. اهلا بيك في العالم بتاعي، عالم زن. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنويه والشهريه. استخدم الكود على watchit.com.